انه يجيب ذهبيه ما تسهلش الله ان شاء الله، راه باقي صغير وباقي يعوض كل شيء ان شاء الله، والله يسهل عليهم كلهم والله يحفظكم. دار الاهم الحمد لله، دار اللي عليه وكمان على سيدي ربي. اليوم كاين جرحى على المستوى، كان النزال ديالو ديال الانتصار الاولى الجور ديال التحكيم الاولى الظلم ديال الحكم منذ بدايه النزال، الضربه الغير قانونيه اللي وجهها الربيعي تحت الحزام كان على الحكم الانذار ديال الخصم وخصم النقاط ديالو اللي كانت غتكون افونتاج ربيعي باش يتابع النزال ديالو باريحه وباش غيكون الانتصار ديالو غير ما الخصم يدافع ولا ما غيوصلش النقاط اللي غيحصل عليهم ربيعي، وكذلك الضربه الغير قانونيه اللي وجهها ليه بالراس ديالو واللي تعمد يوجهها والحكم تغافل عليها وتعمى عليها، اظن بان ربيعي هو اللي ضرب الراس في العكس بان الخصم هو اللي ضرب ربيعي براس ديالو، ومن هنا كيتبين بان كانت نيه مبيته ضد ربيعي، ورغم ذلك قدم نزال شيق رغم الاصابه ديالو ورغم الظلم ديال التحكيم ديالو، ومن هنا ما عليا الا النوه بالامضاء لربيعي لانه ما رجعش خاوي الوفاض، رجع لنا ميداليه نحاسيه اللي كنا كنتمناوها فضيه او لا ذهبيه، ولكن رجع لنا بنتيجه، رجع لنا نتيجه ايجابيه برونزيه، عالم مغربي غادي يطلع في ريو دي جانيرو. احنا مفتخرين به احنا كعائله ديالو وكمغاربه، ان هاد النتيجه ماشي سهله يوصل ليها، ان سي محمد تمكن باش يوصل البوديوم ويحرز على ميداليه برونزيه، وهذا تشريف لينا وتشريف المغاربه كامله، والحمد لله على كل حال. كنبغي نشكره وكنبغي نقدم ليه واحد الشكر كبير كبير، حيت الكلمات لا تعبر، واخا نقول اللي قلت ما غاديش نقدر نوصل ليه داكشي اللي كنحسوا به. احنا مفتخرين به، واحد الافتخار كبير، لانه شرفنا وشرف المغاربه كاملين، وباسم من ربيعي واسم غاربه كنقول لي شكرا وشكرا بزاف.